الأسمنت والتنين ذو البقعة الحمراء. فتح الباب ودخل الكوخ، وكان مظلما ذا رائحة عفنة، وكانت القوارض والعناكب منتشرة في جنباته. وفجأة شعر بقبضة تمسك عنقه وتخنقه، ورأى العجوز الساحرة بوجهها الممتلئ بالبثور وشعرها الأبيض وأنفها الطويل. خاف أحمد وكان يرتعش تحت قبضة العجوز التي قالت: ها، ما الذي أتى بك إلى هنا يا فتى؟ لم يستطع أحمد الكلام لشدة قبضة العجوز على عنقه، فمد يده وأخرج قلادة والدته. وما إن رأت العجوز القلادة حتى أطلقت قبضتها عن عنقه. سقط أحمد على الأرض من التعب والخوف، ثم قالت الساحرة: هذه قلادة عزيزة علي، وقد أعطيتها لسيدة جليلة كانت قد ساعدتني ذات يوم، فقل لي قصتك يا ولد. حكى أحمد الحكاية للعجوز وطلب منها المساعدة، فقالت العجوز: اذهب إلى المغارة في أعالي الجبل حيث يوجد التنين، وتأكد يا بني أن تدخل المغارة الساعة 12 في منتصف الليل، حيث إن التنين ينام لمدة 5 دقائق فقط. ولكي تتغلب على التنين ابحث عن البقعة الحمراء على عنقه، فهناك يكمن السر. خرج أحمد من كوخ الساحرة العجوز وشكرها على نصيحتها، وتسلق الجبال بصعوبة بالغة، ولكن كان عليه أن يسرع حتى يصل إلى المغارة في الوقت المناسب. وصل أخيراً إلى المغارة التي كانت حالكة الظلام، وما أن انتصف الليل حتى دخل المغارة، وكانت ركبتاه ترتجفان من الخوف، وأحس بالحرارة تزداد كلما دخل المغارة أكثر. وهناك رأى التنين الضخم نائما، ورأى البقعة الحمراء على رقبته. أراد أن يمد يده، ولكن الخوف والهلع منعه، وكانت دقات قلبه تتسارع وشعر بالغثيان. ولكنه فجأة تذكر أمه ودعوتها إلى الله بأن تسهل مهمته، فأغمض عينيه ومد يده داخل البقعة الحمراء، وأحس بوجود شيء غريب مغروز في عنق التنين فسحبه، وهاله أن يرى شوكة كبيرة وحادة ملطخة بالدم. هنا أدرك أحمد أن البقعة الحمراء ما هي إلا آثار الدم المتدفق من جرح عنق التنين. فجأة استيقظ التنين ورأى أحمد وهو يمسك بالشوكة،
وشعر بالراحة في عنقه، فأدرك أن أحمد هو من ساعده في التخلص من آلام الشوكة. فابتسم التنين وأغمض عينيه ونام ثانية بهدوء. ركض أحمد مسرعا خارج المغارة وأكمل رحلته إلى القرى خلف الجبل، حيث حصل على الأعشاب الطبية ورجع إلى قرية الوادي وأوصل الأعشاب إلى القصر، ثم أسرع إلى بيته. وهناك لم تصدق أمه عينيها، فعانقها بقوة وحمدت الأم ربها على سلامة ابنها، وقبل أحمد جبين والده، وسر الوالد من شجاعة ابنه وقال له: كم أنا فخور بك يا بني. ومضت الأيام وعين أحمد وزيرا بالقصر الملكي، وعرف بأحمد الشجاع. النهاية. أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك بقناة مدرسة للاستمتاع بالمزيد من القصص. إلى اللقاء.